التجربة خلال السنوات السبع الماضية أثبتت أننا لم نفهم، لم نعرف، لم نقدر حقيقة المصريين. المفاجأة بكل صدق وتواضع، التجربة اللي احنا شفناها في السبع سنين، خلال السبع سنين اللي فاتوا دول، أثبتت أننا أنا بتكلم عن نفسي، أن احنا ما كناش فاهمين كويس، ما كناش عارفين كويس. أنا بتكلم عن نفسي، لم نقدر حقيقة المصريين. فالشعب قبل التحدي والتضحية، والحكومة تبذل ما في وسعها، والقيادة مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح.